اغنيه ان شاء الله الرحمن الرحيم. ما كيتسين مؤخرا الساحه الشعريه الامازيغيه الزموريه والاطلسيه فقدت واحد هرم من اهرامات الشعر الامازيغي الشيخ عمر بن معطي الله يرحمه ربي يسوس عريس. تمسموتني عريم الزمور تمسموت انت موت النيسفان في الدايسة انت درت الشيخ عمر الدان واجب العزاء اي تدرت الشيخ عمر دوروا الناس العائله الناس غير الخبر باننا هنا الحفله ما كخنا الحفله الشعر الامازيغي لا ورديك لا الكمان لا ورديك لا الوطرا لا يا حيدوس الشعر الامازيغي الشعر راه محبوب على الجميع جميع الناس لان خدافتي من الحفله النون لان يوضع الخبر بان التقدام ديال كل شيء ربي يسخر لازم يقول الترخي من الدكان اتبدم نقرا سوره الفاتحه ترحما على الشيخ عمر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان والحمد لله رب العالمين. خنا عزينين لو ثمتيني مرحبا انا مرحبا كل ما قد دان ثميزاري بعدين دان تغير في ميد درزق صفرو دان تغير في ميد درزق موزار دان زيمو درزق يمدو كان خزق ازروز قرباب كل ما كسمع الحلايا ذني عري من زمور طامور تيصفان ايت الخميسات ايت بو زمور اعراب ني مازيغن لو ثنتيني مرحبا الف مرحبا لو ثنتيني مرحبا جميع انت محما اخيك ما يخصهاش هي يمدوك لا تيسين بان تم سموت هذه عري من زمور ولا تامور تيصفان لا خاصنا تبعوني هنا اكن دوجو جموع اكن حاف ديما خطوره النخب الهويه النخب الثقافه المازيغ ما كاين سيدي تما زيد تما تنخيفيا لا خدوكي زورا لا خدوكي دمل. شكرا شكرا مرحبا مرحبا. نعم سير بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. السلام عليكم. حنا اليوم آل أبو راي بضياف عندكم هنا في الخليفة. مرحبا. حنا ما كنحسبوش روسنا بأن رانا برانين هنا، رانا خوت هنا وراه المدينة ديالنا في هذه الليلة هذه. باش ما نطولش عليكم كنشكر بزاف المحبوب والاخ العزيز وصاحب الدار الكبيره سي عبد الله الهردوس المحبوب فتح لنا السطر وفتح لنا دارو باش تكون هذه الليله ان شاء الله الرحمن الرحيم ناجحه ورائعه بكل امتياز. كذلك اللي زاد غادي يزين هذه الليله هذه وهي حضور عمالقه ثلاثه الفرق من عمالقه الشعر الاطلسي الامازيغي اللي تركوا واحد البصمه على الصعيد الوطني والمحلي. ونزيد عاوتاني نشكر الناس ديال الخميسات هاد المدينه اللي ولدتنا عباقره ولدتنا اساتذه ولدتنا اطور ولدتنا اش غادي نقول لكم رجالات ولدتنا رياضيين شرفوا الرايه الوطنيه
سواء داخل الوطن او خارج الوطن، وتهزات الغنيه في عواصم الدول الاوروبيه والغربيه وكذلك في جميع بقاع العالم. واش غادي نقول لكم، الناس ديالها قوري والله العظيم الا كان غيروا منكم وكان حسدوكم. علاش؟ لان شفت هذه المدينه، هذه بان هذه المدينه ارض العطاء، ارض الرحمه، ارض العز والكرامه. علاش؟ لان ما كتفتقدوش بزاف ديال الحوايج اللي كنفتقدوهم حنا في مدن اخرى. هذه صراحه، والله العظيم الا صراحه. وكنجدد الشكر، الشكر العزيز لكل رجال هذه المدينه هذه. وين بين هذه المدينه كاينين اخ حسن حدث اللي هو كنعرفوه بان نقولوا له رائد، نقولوا له فيلسوف، نقولوا له عبقري، نقولوا له معلم، نقولوا له رائد، لان هذا السيد هذا عطى بزاف لهذه المدينه وكيدعمه، وهو رئيس ديال جمعيه ثمون تصفان، لان الله الخير ديالها كبير على هذه المنطقه. وكذلك ماشي في هذه المنطقه ديال الخميسات، راه ما كتمشي غير مزار قندار الصفر وازرق، وعندها واحد القيمه كبيره عند الله سبحانه وتعالى، وهي صله الرحم وصله الوصل. وكذلك كيدعموا الشعر والشعر، وكيدعموا حتى العائلات ديال الشعراء اللي فقدوا ولادهم وفقدوا بزاف ديال الحوايج. اذا هنيئا لكم بهذا الرجل البار، هنيئا لكم بهذا الانسان، هذا كما كيقولوا يا داك الانسان على زين فيه. باش ما نطولش عليكم الاخوان، تعطيوني واحد الدقيقه باش نقول لكم بان باش ما ننساش، لان كلكم رجال، راه ما نستثني منكم حتى شي واحد. شكرا. علاش؟ لان باش كنعرفوا، كنعرف انا الحاج ادريس الحويفي كذلك، كنعرفوا هذا من بعد، كنشوفوه في اليوتيوب، حتى الحمد لله راني وليت كنعرفوا دابا. عبد الله الهردوز اللي معروف بالقلب الصفي والخمال الكبيره، ودائما مسكين كينفق وكيعاون وكيدعم هاد الناس هادو، هاد الشعراء هادو اللي عطاو الكثير والكثير للساحه الامازيغيه. وكان وراكم كتسالوا بزاف ديال الحوايج لقناه الامازيغيه، لان خصها تعطيكم كثير والكثير والكثير، وتشوف الحاله ديالكم. ونشوف كذلك عاوتاني الاخ العتيريس حميد الرحيوي، عزيز سيغنو، الله يرحمكم الوالدين، سمحوا لي الا ما عرفتش واحد كل باسمه وصفاته، وسمحوا لي، راه الناس ديال قوري جينا اليوم وجايبين باش نكرموا واحد الانسان اللي هو السي حسن حدف، اللي قلت لكم قبيله بانه رجل ذو قيمه كبيره لهذ البلاد، ونتمنوا بالله راه ما كيخلي حتى بلاصه، وما كيخلي حتى بلاصه في هذه البقاع ديال المناطق الاطلسيه ولا الامازيغيه. واللي غادي يقدم جائزه للسي حسن حدف رئيس جمعيه ثمون تصفان الاخ العزيز والرجل الكبير السيد عبد السلام زيد. هذه تفضل مشكوره. زيد يقدم هذه الهدية اللي هي متواضعة الرجل والعزيز السيد رئيس جمعية ثمون تصفان. وهذه هذا الجائزة هذه راه ماشي السي حسين، ماشي السي حسين، راه لكم كاملة، راه جاتي في شخص السي حسين، لأن راه عطاك كبير، وأنتم كذلك راه ما سمحوا لي، راه كنشكركم واحد جزيل الشكر. نتمنى الله سبحانه وتعالى باش نتلاقاو في الملتقى القريب ان شاء الله الرحمن الرحيم، ونتشوفوا بيناتنا، لان ما تعرف غدا ولا بتغدا كل واحد فينا غادي يمشي لدار البقاء. نتمنى الله نكونوا صادقين في اقوالنا وفي اعمالنا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا بزاف للاصدقاء ديال اكوراي، اللي هما ما كنعتبروهمش في الحقيقه اصدقاء، كنعتبروهم خوتي. الحقيقه هذا التكريم بقدر ما هو انه رمزي، ولكن راه غادي يزرع فينا واحد الحماس، واحد الغيره اننا نزيدو نجتهدو اكثر فاكثر. شكرا سي علي الكرامي، شكرا سي حفيظ، شكرا سي عبد السلام، شكرا سي عبد اللطيف، شكرا سي زهير، سي زهير الاخوان ديال اكوري، سي سعيد، سي حفيظ، الاخوان ديال اكوري كاملين، كنشكركم بزاف، وكنقول لكم الله يرحم الوالدين، شكرا على التكريم الرائع. كنقول لكم برافو، برافو عليكم في الحقيقه. صدقوني بان مشاعري جياشه وكبيره بزاف، راه ما قدرتش انني نعبر، ولكن السي الكرامي غنضحكم شويه، انا خايف من هذا التكريم هذا، راني كيتكرم كيكون قريب يموت. شكرا لكم بزاف، شكرا. ما نساوش عفاك، ما نساوش ما قلتش، الاطلسيات وكذلك السي عزيز
شكرا بزاف. وسمحوا لينا ما نقولش اسماء ديال شي واحد، الله يجازيكم بخير. شكرا شكرا الاخوان بزاف. ما كرهناش الاخوان ديال كوري كلهم يوقفوا زائد تاعهم يردوا. الله خلي شنو الناس ديال اكوراي، الناس ديال اكوراي، ولكن عاوتاني الناس راه واقفين ما تخافش. الناس ديال اكوراي كنشكركم مجددا الف شكر وتقدير، والله يدومها محبه واخوه بيناتنا. يزمون سكوتاني دا السنه ميريزمون الخميسات الناس لان الناس ننسن في الروكزانسن كل سنه ميرشيان في نوبغانون السنة مير ثمسمون ثمون تزدايت السيتي مخاتي هذي يسمن ثمون تزدايت تزدايت اجي ثمون تسفا ثمون تزدايت وانا مازال داكو السنة مير خشيان السنة مير ايت مثخ انشاد نادي دان نادي وثنا بريد ايت ايت ووار ازدايت ايت ووار نفاث مريد يمدنا في الدات مزيغ تبريدنس سوى واج نيد مثنخ نيد ميثنخ ننتظ جيفنس سوى واج يمدنا في الدات مزيغ تبريدنس أيتما لا نيتس نتقان يتسي قدودا يتس يتسنا ثقراوين ليس نتلي ذات تفاد أزري أماس تغن جايث وريت سازري غن تغن جايث غن أيرثير أجان تدل ستة مزيق تدل ستة مزيق سيثما ثمغرا يون يوثن ثغرما الحضارة ثمجي الهوية أمزروي يمزيغ أمزروي أمقران نا ورسو فين يجدودا كوثاني لا غند الدول غند الشعوب ورسو فين ممشي قا وجدود هذا أمزيغ اللي يدر ممشي يتقاسو سريث هذا اللي يتدر الوردة التياراي وردة التارون يعني أخا يمشيس قيمة لا تدار سي زورانس الدخل كما جات من خلال وصل المرة خايف ما تنخ يزمور تخنيتني أجاني سلمة دنينو يمزورا ذات مانك غدوخ ريض غرياض تا فما زيرت ناك شمر خطا غورينو الدوخ سيد غرياض مين دا ورد التوخي سلمة دنينو إلا ونا يموتنا ترحم ربي إلا ونا يسوي الخصدر هذا سي إرور بيك تدرت لا نتني أخي السوضن شو ورنس نزدي يكيون الأستاذي ني هذا شيني خيون هو وارس المزيق راع عمز ذا التكز إني ياش وريس مجوجة لنموش خسانة روزي عثان عارض فورايت وغويا اللي قيل لك ولا نص لازم مش غاسي بخير أستاذي وريس مجوجة لنموش خسانة روزي عثان أنا روز ترجي الكبير دي ترجى دي تمنى دي تسيتي مش الحاجة اللي جالس يغور وغو قال لنا سليس اللي تصور أي تغو اللي قال لا اللي قال لا قال لنا لو أنتي خيوز نون أثني مرخين بذذنا لا يدورار نا جلسة تمزق يدورار نسوسنا تمزق يدورار نزوري تمزق لو أنتي خيوز نون وريخس زيت يكون شكرا لو أنتي خيوز نون شكرا البرد أستاذ أول أول الأستاذ يا فوطي حلا ولكن الله الله.